اجتماع فيينا ومهمه انقاذ الاتفاق النووي موضوع مع الحدث. فيينا اتحول والى الدكتور يسري ابو شاذي عبر الهاتف، كبير مفتشي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه سابقا. سلام عليكم دكتور يسري. اولا مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا بكم. طبعا نتحدث عن اجتماع فيينا وانتم هناك، يعني الوكاله الدوليه للطاقه الذريه بعد لقاء الرئيس روحاني بمدير الوكاله صدر بيان يتحدث عن اهميه الاتفاق كانجاز مهم في سياق إجراءات التحقق من الصدقية والعمل بالالتزامات. ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني التزام أولا يعني إيران بما تم توقيعه ودور الوكالة الدولية تجاهها؟ الحقيقة النهاردة أعتقد أنه في نجاح طيب، وتأكيد لأن الاتفاقية ما زالت سارية رغم انسحاب عضو أساسي فيها اللي هو الولايات المتحدة، لكن إيران كانت طبعا محتاجة إلى ضمانات وتأكيدات من الدول الأخرى الموقعة بأن انسحاب أمريكا ما يأثرش عليها. نعم. أنا أتخيل النهاردة حصل فعلا هذه الضمانات ونقشت التفاصيل دي، وأعتقد أن هي كلها كانت تفاصيل مرضية، لأن يعني من البيانات والتصريحات اللي طلعت أنه لا، هم بيطمنوا أن العقوبات هتتشال كلها، التأثير الأمريكي على انسحاب الشركات هيحاولوا يقللوه بأقدر المستطاع أو يعوضوه أو إلخ. الموقف بتاع الدول الأخرى كلها اللي هي الأربعة اللي فاضلين يعني أو زائد واحد، موقف كله متشابه، حتى روسيا والصين زيهم زي الدول الغربية. نعم. طبعا أنا سألت فيما خص الوكالة الدولية، هذا الموقف الذي صدى عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هل يعطي دفعا إضافيا لما اتفق عليه بالمعنى الإيجابي هنا؟ لأنه القلق كان الحقيقة أن إيران يعني بتلمح أنه هي ملتزمة بالاتفاق، الوكالة الدولية بتفتش عليها. النهاردة الوكالة الدولية بتعمل أكبر حجم تفتيشي في العالم على إيران. نعم. هي عدد المفتشين اللي بيفتشوا، احنا بنتكلم على قسم فيه يمكن أكثر من 100 مفتش موجودين بصورة مستمرة هناك، بنفتش بكميات ضخمه جدا في كل الاماكن اللي يعني متفق عليها. اذا يعني الوكاله عامله دور كبير. كان في قلق بقى انه بسبب ان الاتفاق ده في دوله كبيره انسحبت منه، طب ايه مدى التزام ايران انها تنفذه؟ النهارده الحقيقه في تاكيدات، والوكاله صرحت تقريرها بهذا، انه لا، ايران ملتزمه بالاستمرار الاتفاق طالما ان الدول الاخرى اكدت ان التاثير الامريكي هيكون تاثير ضعيف للغايه، وان ايران هترجع ماشيه زي ما هي. دكتور يوسف، سؤال اخير فقط تقني هنا، البيان الصادر عن المجتمعين يؤكد على دعم عمليه تحديث مفاعل اراك وتحويل منشاه فردو الى مركز نووي وفيزيائي وتكنولوجي، هل هذه خطوه مهمه ايضا على المستوى التقني اسال؟ طبعا، لان ده اولا كان جزء من الاتفاق، وإيران قبلت بتغيير قلب المفاعل بتاع أراك بمقابل أنه هيتغير بنوع آخر. حصل يعني بعض التأخيرات الفنية زي ما حضرتك بتقول، لأنه ده عايز إعادة تصميم ثاني وإعادة حسابات وإلى نفس الكلام على بوردو، كان الكلام كله على أنه هيفضل مركز للتخصيب ولكن تخصيب الغير يورينيوم، وبالتالي مواد اخرى هي اللي هتيجي تتنصب فيها. فبرضه ده ما كانش يعني بدا في تفعيله قوي. دلوقتي طبعا في تاكيد للنقطتين دول، لا ان هو جاري تنفيذهم، دي مشاكل كانت فنيه فعلا ولكن جاري حلها. شكرا لك دكتور يسري ابو شادي، كبير مفتشي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه سابقا، اشكر انضمامك الينا من فيينا. شكرا لك مع الوزير الخارجيه اللبناني السابق.